مشاهدينا الكرام، النهاردة بدأ المؤتمر السنوي رقم 22. هذا المؤتمر للاقتصاديين والزراعيين اللي موجودين في مصر. طبعا المؤتمر ده بيهدف إلى أفاق كبيرة جدا، وعنوانه في هذه الدورة عنوانه الجوانب الاقتصادية لاستخدام الموارد الزراعية في مصر. ده عنوان المؤتمر. معنى كده أن احنا في جلستنا النهاردة هنتكلم عن الموارد الزراعية الموجودة في مصر، إزاي نحن نستخدمها، وأيضا كمان إزاي نحن نستخدم من هذا الكم الكبير من الزراعيين الموجودين في مصر، وإزاي نحن ممكن نستغل هذه العقول الموجودة معنا. طبعا عشان نتكلم عن كل ده بنستضيف دكتور أسامة البهنساوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وأيضا منسق عام هذا المؤتمر. برحب بك يا دكتور. اهلا وسهلا، سعيد بوجودي معك النهارده. الله يخليك يا دكتور. طبعا احنا سعداء جدا. هنتكلم في حاجات كتيره قوي، لكن طبعا هنشوف جانب وجزء من المؤتمر اللي تم انعقاده النهارده، واللي طبعا هو بيحمل الرقم 22. نشوفه مشاهدينا الكرام ونعود اليكم مره اخرى. عقدت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي مؤتمرها 22، وقد ناقش المؤتمر العديد من الأبحاث والمحاور الاقتصادية لزيادة كفاءة استخدام الموارد الزراعية وترشيد استهلاك المياه، بما يحقق مردودا إيجابيا على الزراعة في مصر. هذا العام ركزنا على مجموعة من الموارد، أهمها الموارد المائية المتاحة للري في القطاع الزراعي، الموارد الأرضية، الموارد الحيوانية والموارد البشرية، وكذلك التكنولوجيا، خاصة الهندسة الوراثية، تكنولوجيا الهندسة الوراثية وقدرتها على إحداث طفرة في إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيواني. المؤتمر السنة دي بيركز على قضية في غاية الأهمية، وهي قضية كفاءة استغلال الموارد الزراعية، اللي هي عبارة عن كفاءة استغلال الأراضي، كفاءة استغلال المياه، كفاءة استغلال عنصر العمل، كفاءة استغلال رأس المال. كما قامت الجمعية بتأبين المرحوم الدكتور أحمد جويلي أول رئيس للجمعية، حيث تناول عدد من أعضاء الجمعية في كلماتهم الإنجازات التي أضافها المرحوم دكتور جويلي للجمعية، وإسهاماته في العديد من الأبحاث التي كان لها أثرا كبيرا للنهوض بالاقتصاد الزراعي في البلاد. دكتور أحمد جويلي الحقيقة يعني بذل جهدا كبيرا منذ تأسيس هذه الجمعية في الحفاظ عليها وتنميتها وصيانتها. زي ما أنت شايف عدد كبير جدا من الأعضاء في مجالات العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، مش ليس فقط من مصر وإنما من الوطن العربي، تلاميذه في كل الجامعات المصرية وفي كل الجامعات العربية. حرصت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي في مؤتمرها 22 على عرض أهم الأبحاث والمحاور الزراعية والاقتصادية. فهل يا ترى سيكون هذه الأبحاث مردودا فاعلا على الزراعة في مصر؟ أحمد عيد، قناة مصر الزراعية. طبعا بنشكر زميلنا أحمد عيد على هذا التقرير. وزي دلوقتي الحقيقة يعني زي ما قال دكتور أسامة البهنساوي أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وهو منسق عام المؤتمر أيضا، أن كان هناك لمسة وفاء للدكتور أحمد جويلي اللي هو طبعا مؤسس الجمعية، جمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، وكان ده كان سنة 1990 دكتور أسامة زي ما أشرت، واللي هو طبعا كان أمين عام الوحدة الاقتصادية أيضا، شخصية بارزة جدا وعلامة فارقة في الاقتصاد، مش الاقتصاد المصري فقط ولكن أيضا الاقتصاد الإفريقي، لأن هو كان خبير اقتصادي دولي، ما هوش خبير اقتصادي بس في الشأن المصري فقط. فدي طبعا لمسة وفاء الحقيقة احنا بنحييكم عليها. طبعا لكن في البداية احنا عايزين نتكلم، هذا المؤتمر السنوي لهذا العام ايه الجديد يا فندم من الاطروحات اللي تم طرحها وكانتش موجودة في طبعا المؤتمرات السابقة، وانتوا حددتوا على ايه بالضبط في هذا المؤتمر لهذا العام؟ شوف حضرتك،
احنا زي ما تعلمنا من استاذنا المرحوم الدكتور احمد جويلي بنعد للمؤتمر قبلها بفترة كافية، بنشوف ايه اهم القضايا المطروحة في الساحة الاقتصادية الزراعية ونحاول نناقشها. ده على مدار 22 سنة قبل كده. يمكن الجمعية على سبيل المثال أول مؤتمر اقتصادي ناقش اتفاقية الجات قبل التوقيع عليها، مزاياها وعيوبها وأثارها المتوقعة على الاقتصاد المصري، كان في مؤتمر الجمعية. فدايما الجمعية بتهتم تشوف ما هي مشكلة القطاع الزراعي في الحالة الراهنة وبنحاول نناقشها. احنا النهاردة القضية الأساسية اللي الحكومة الموجودة حاليا بتحاول تهتم بيها هي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. احنا عندنا مشكلة زيادة سكانية رهيبة مضطردة في الوقت اللي الأراضي الزراعية يمكن زادت في 30 سنة الأخيرة، لكن نسبة الزيادة في الأرض الزراعية كانت أقل كثيرا من نسبة الزيادة السكانية. من هنا كان من الضروري البحث في كيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالطريقة اللي نقدر نحصل منها على أكبر قدر من الإنتاج في حدود تلك الموارد من أجل مواجهة مشكلة الأمن الغذائي ونقص إمدادات الغذاء في بعض المحاصيل الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة وغيرها. طيب احنا وقعنا دلوقتي يا فندم في تحقيق الأمن الغذائي، المؤشر إلى أين يتجه؟ وإحنا دلوقتي فين بالضبط في هذه المنظومة اللي هي تحقيق الأمن الغذائي؟ زي ما قلت لحضرتك القضية الأساسية إن مفيش زيادة في المساحة الأرضية تتناسب مع الزيادة السكانية. لكن مع ذلك جهود وزارة الزراعة في السنين اللي فاتت كلها كانت بتنصب حوالين استنباط الأصناف والسلالات اللي تقدر تحقق أكبر قدر من الإنتاج من المساحة الأرضية المحدودة المتاحة. نجحت الجهود ديت في الوصول بإنتاجية الفدان من الأرز إلى أعلى مستوى إنتاجية في العالم، نجحت في الوصول إلى الإنتاج من قصب السكر إلى أعلى مستوى إنتاجية في العالم، حققنا زيادة كبيرة في إنتاجية الفدان من القمح، كانت في بداية في أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينات لا تزيد عن 15 أو 14 أردب للفدان، النهاردة في بعض المناطق بنقدر نجيب 27 أردب للفدان، أو يعني متوسط الإنتاج بصفة عامة تجاوز 22 أردب للفدان. فبالرغم من كده ما زالت عندنا مشكلة في إمدادات الغذاء بالنسبة للقمح. نسبة الاكتفاء الذاتي بتتأرجح ما بين 55 و60%، وبنضطر لاستكمال احتياجاتنا من القمح عن طريق الواردات من الخارج، وده بيحمل ميزانية الدولة عبء كبير لسداد فاتورة هذه الواردات. عندنا محاصيل الخضر والفاكهة حققنا فيها اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير. البيض عندنا نسبة اكتفاء ذاتي أكتر من 100%. الدواجن تكاد تقترب من 100% اكتفاء ذاتي. وده كله بفضل الجهود اللي حصلت في العقود الأخيرة من القرن الماضي والعشر سنوات الأخيرة من القرن الحالي. لكن دكتور أسامة احنا يعني لحد هذه اللحظة احنا ما زلنا بنعول على زيادة الانتاج بالنمط الرأسي، لكن طبعا بعد اعلان ان احنا عندنا مشروع قومي وهو المليون فدان، استصلاح المليون فدان، ودي كمرحلة اولية احنا بدأنا نتجه للاتجاه الفعلي بالفعل بقى ان احنا
نعمل زيارة إنتاج ونظر للعملية بنمط أفقي. يبقى أنا دلوقتي عايزة أستصلح، عايزة أن أنا أستغل أراضي موجودة بالفعل أنا مش بستخدمها ومش مش بستفيد منها. شايف ده قد إيه ممكن يظبط لي هذه المنظومة؟ أنا عاوز أقول لحضرتك أن التوسع الأفقي كان موجود بجانب التوسع الرأسي طول الفترة الماضية، بدليل أن سنة 1950 وإحنا كل اللي إحنا عملناه استصلحنا 2 مليون فدان فقط. طيب ده 2 مليون فدان مش مساحة قليلة. إحنا كان مساحة الأراضي الزراعية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي 6 مليون فدان أو 6.3 مليون فدان، دلوقتي أصبحت 8.5 مليون فدان لما تحسبي كمان ما اقتطع من الأراضي الزراعية القديمة للبناء عليها. فهتلاقي ان احنا اكتر من 2 مليون فدان تم اضافتها من الاراضي المستصلحة. هي المشكلة الاساسية في اضافة موارد ارضية جديدة تدور حوالين مشكلة المية بصفة اساسية. والمشكلة بتتفاقم اكتر بسبب ازمة المفاوضات على حصتنا من مياه النيل، خصوصا بعد اتجاه اثيوبيا لبناء سد النهضة. مشروع المليون فدان نتمنى له ان شاء الله النجاح. هو في ظل محدودية الموارد المائية بالري عن طريق نهر النيل، هو بيركز على ان احنا الري بمياه النيل لن يزيد عن من 130 ل 140 الف فدان من المليون فدان. باقي المساحه هتعتمد على المياه الجوفيه. احنا النهارده في المؤتمر كنا بنناقش القضيه دي بالتحديد، لان هناك من الاراء من يخشى على نفاذ رصيد الاجيال القادمه من المياه الجوفيه نتيجه التوسع في الاعتماد على المياه الجوفيه. لكن التنسيق بين الباحثين وزاره الزراعه ووزاره الري والموارد المائيه في التخطيط لمشروع المليون فدان بيركز على حل مهم جدا لهذه المشكله. في اننا نعتمد على انتاج محاصيل اقتصاديه، بمعنى تغطي التكاليف وتحقق عائد اقتصادي مناسب للمنتجين او المستثمرين اللي هيتواجدوا في الارض دي، وفي نفس الوقت للناتج القومي الاجمالي لمصر. ويكون بيعتمد على تركيب محصولي يعتمد على استخدام اقل قدر ممكن من الموارد المائيه، يعني محاصيل احتياجاتها الاستهلاكيه من الميه تكون اقل ما يمكن، وفي نفس الوقت تحقق عائد اقتصادي اعلى ما يمكن. فالخطه الموضوعه لاستغلال هذه المساحه اللي ان شاء الله تتم زراعتها هتعتمد على زراعه هذه النوعيه من المحاصيل، بحيث نقدر نحقق المعادله الصعبه اللي هي بتجمع ما بين تحقيق اكبر قدر من الانتاج وبعائد اقتصادي يفيد المستثمرين والعاملين في المشروع والناتج القومي الإجمالي للدولة، وفي نفس الوقت يحافظ على نصيب الأجيال القادمة من حصة المياه الجوفية. اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم ده المأمول، ولكن الواقع هل بالفعل أنا عندي خبراء وباحثين قدروا يعني استطاعوا بالفعل أنهم يستنبطوا سلالات تستخدم أو أنها يعني هنقدر أن احنا نديها بس هذا القدر اليسير من نسبة المياه الجوفية فتقدر تديني إنتاجية عالية؟ أنا عندي ده يعني، وحضراتكم بتتكلموا هل تحت إيديكم بالفعل أبحاث ونماذج بالفعل اللي محاصيل زراعية تستطيع أنها تعمل لي هذه المعادلة اللي أنا بسميها معادلة التحدي؟ أنا عايز أقول لحضرتك المشروع لم يعلن عنه إلا بعد إجراء هذه الدراسة. طيب. لم يتم الإعلان عن المشروع إلا بعد أن تمت
الدراسة بالشكل اللي كلمت حضرتك عنه، اللي هو ايه هي المحاصيل اللي هنختارها، ايه هي الاصناف اللي هيتم زراعتها من المحاصيل دي، احتياجاتها من الموارد المائية قد ايه. في نفس الوقت هناك مقترح ان بالاضافة للخطة الموضوعة لاستغلال هذه المليون فدان، ان احنا نعمل نوع من شركات تعمل كبيوت خبرة تمد المستثمرين وصغار المنتجين اللي الدولة وعدت انها توزع عليهم جزء من هذه المساحة، تمدهم بالدراسات بالخبرات بالبرامج التدريبية اللي تحقق الهدف من المشروع بالشكل اللي الدراسات وضعته قبل الإعلان عن المشروع. طيب ده دكتور أسامة هيخليني برضو أرجع تاني للمؤتمر بتاع النهاردة. معنى كده أن أنا أتوقع أن في خبراء أجانب كانوا مشاركين في هذا المؤتمر، عندي دول كتيرة تم دعوتهم لهذا المؤتمر. لا الحقيقة المرة دي احنا الجمعية كان دايما في مؤتمراتها بيجيلها خبراء من المتخصصين من دول عربية كتيرة بيشاركوا بدراساتهم وأبحاثهم معنا، لكن هي للأمانة المرة دي بالتحديد اعتمدنا على باحثين مصريين هم كلهم بيتميزوا بكفاءة عالية في مجال التخطيط للاقتصاد الزراعي في مصر. عندنا المحاور الأربعة للمؤتمر، بالإضافة لأن احنا جايبين في كل محور من المحاور الأربعة انفايت سبيكر خبير على أعلى مستوى في كل فرع من الفروع الأربعة للمؤتمر، خبير في الاستخدام الاقتصادي للموارد الأرضية، خبير في الاستخدام الاقتصادي للموارد المائية، خبير في الاستخدام الاقتصادي للثروة الحيوانية، وهكذا لكل مجال منها أحد الخبراء انفايت سبيكر لفتح مجال أكبر للحوار أمام الموجودين في المؤتمر، بالإضافة إلى الباحثين اللي متقدمين بأبحاثهم. إحنا عندنا 9 بحوث في المؤتمر متعلقة باستغلال الموارد المائية، 3 بحوث متعلقة باستخدام الموارد الأرضية، 5 بحوث متعلقة باستغلال الثروة الحيوانية والسمكية، و5 بحوث متعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وبحثين عن استغلال الموارد البشرية، أحدهم بيتكلم عن حل مشكلة البطالة والآخر يتحدث عن مشكلة التوطن في المشروعات الجديدة باعتبارها قضية أساسية. أنا كنت اتقدمت شخصيا يعني بأحد الدراسات في بداية الإعلان عن مشروع توشكا، قلت إن المشروع لن يكتب له النجاح إلا إذا اعتمد على إنه يكون تجمع زراعي صناعي اجتماعي شامل. تمام. بمعنى لازم تتوفر له بنية أساسية من خدمات تعليمية وخدمات صحية وخدمات أمن وحماية وخدمات نقل للإنتاج تسويق، بالإضافة إلى رعاية اجتماعية، فرص عمل، مصانع للتصنيع الزراعي للمنتجات في نفس المكان. كل ده موجود في الدراسة اللي أنا قدمتها سنة 99 من وقت يعني ما كان المشروع لسه جديد. نعم. لكن هي الظروف يعني مش أنا الوحدي اللي كنت عارف الكلام ده. هيراعى ده يا دكتور أسامة في النمط الجديد أو المشروع الجديد اللي احنا مستنيين. ما أنا قلت لحضرتك ده اللي محطوط في الدراسة. المشاريع في الأراضي الجديدة لا تنجح إلا بهذا النمط، لا يكتب لها النجاح إلا إذا كان مشروع متكامل زراعي صناعي اجتماعي متكامل. تمام. طيب أنا برضو هرجع تاني لنفس النقطة، يعني أنتوا كنتوا
قصدين ان ما يبقاش في حد خارج ابناء الوطن يكون موجود في هذا لا ما كناش قصدين الحقيقه ما كنتوش قصدين لا لا ما كناش قصدين ولا عمرنا قصدنا كده احنا بنفتح ال انا توقعت ان ممكن يكون احنا دلوقتي بنتكلم في ملفات دقيقه فاحنا محتاجين اولادنا هم اللي يكلموا ونخرج بقرارات هو يمكن دوت في جزء يعني مش عايز اقول خفي في في التوجه لكن احنا اعتدنا نبعت الدعوات لكل لكل الناس يعني طب حضرتك اشرت ان المؤتمر السنه دي كان مركز على اربع محاور ايوه اللي هم ايه بقى يا دكتور اسامه قلت لحضرتك محور الاستخدام الامثل للموارد المائيه المتاحه محور الاستخدام الامثل للموارد الارضيه المتاحه محور الاستخدام الامثل للموارد البشريه محور الاستخدام الامثل للثروه الحيوانيه ومحور لتطبيق التكنولوجيا الحديثه في الزراعه كله بيدور في فلك ان انا استفيد الاستفاده القصوى الاستفاده المثلى من اكبر من كل قدر من الانتاج في حدود الموارد المحدوده المتاحه طب فيما يتعلق بالموارد البشريه ايه يا فندم في هذا الموضوع ممكن يكون اطروحات جديده ممكن تعرض هقول لحضرتك لو بصينا يعني من فتره قريبه مش هرجع بعيد قوي من بدايه التطبيق الكامل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في قطاع الزراعه سنه 1995 كانت القوى العامله في مجال الزراعه 4.5 مليون عامل النهارده اصبحت 7.5 مليون عامل زي ما اتكلمنا من شويه المساحه الارضيه ما زادتش بنفس النسبه التي تسمح بفرص عمل تستوعب الاعداد الاضافيه اللي زادت بسبب الزياده السكانيه المضطرده اللي بنتكلم عليها باستمرار يعني انا عندي اكتر من في 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 ال 20 سنه الاخيره اكتر من 2 مليون او حوالي 3 مليون قوى عاملة إضافية بدون فرص عمل حقيقية في القطاع الزراعي فمن هنا المشروعات الجديدة فرصة هامة جدا لحل جزء كبير من مشكلة البطالة اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة القطاع الزراعي احنا بنسمع ان الاجور غاليه ومرتفعه واصحاب الاراضي بيشتكوا من الكلام ده بس هو الحقيقه ان ده بيبقى في بعض مواسم الانتاج في فترات محدوده من السنه وبقيه السنه الاغلب مشكله بطاله في قطاع الزراعه. نعم. طيب دكتور اسامه هننتقل لجزئيه اخرى، انا عندي محاصيل المفروض انها ليها جدوى اقتصاديه عاليه وحضرتك هتشير اليها، وعندي محاصيل ليها جدوى اقتصاديه عاليه ولكن احنا عندنا فجوه في تصنيعها، فجوه في الاهتمام فيها زي المحاصيل الزيتيه، انا عايز حضرتك تكلمي في هذا الملف. سيادتك احنا نسبه الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية متدنية جدا لا تزيد عن 7% مع ان احنا نقدر ما انا هقول لحضرتك انا جاي لك لا تزيد عن 7% وبنضطر نستورد 93% من احتياجاتنا من الزيوت النباتية مسألة احنا نقدر اول المشاكل اهم انواع الزيوت اللي كانت بتستخرج او افضلها في الاستخدام في غذاء الانسان زيت بذره القطن زيت المساحه المخصصه لانتاج القطن انخفضت من اكتر من مليون فدان الى ما لا يتجاوز 300 الف فدان بسبب هجره المزارع او تخلي المزارع عن زراعه القطن بسبب المشاكل اللي عانى منها في عمليه تسويق انتاجه من القطن بالتالي انخفض جزء كبير جدا من انتاج هذا النوع من الزيوت هذا النوع من الزيوت المعتمده على القطن من المقترحات اللي كتير من الدراسات اشارت ليها ويمكن انا كنت واحد منهم ان احنا في مناطق
من المناطق الجديدة، ممكن زراعة أنواع من المحاصيل اللي هي إنتاجها من حاجتين في نفس الوقت عالي جدا، من الزيوت ومن الأخشاب. تمام. وممكن الاعتماد في جزء من الري بتاعها على مياه الصرف. تمام. طب دكتور أسامة، يعني حضرتك بتشير لأن حاجات كتيرة قوي نفسنا أنها تتعمل هي بالإمكان وممكن، وهذا المؤتمر اللي هو السنة دي أعتقد أن أنتوا ركزتوا على البدائل المتاحة علشان نقدر نوصل للحلم بتاعنا، لأن الحلم بتاعنا هو ممكن، بس كلنا نركز في الاستخدام الأمثل لكل ما لدينا من موارد، لكل ما لدينا من ثروات ونعم. أعتقد يعني هو ده فحوى مؤتمر السنة دي. تمام. بنتمنى إن شاء الله أن هذا المؤتمر يكون نقطة فارقة في تاريخ هذا المؤتمر، يمكن من نقول من 21 انعقادات أو من 21 سنة، إن شاء الله نتمنى أن احنا نعمل من هنا نقطة فارقة، أن احنا نخرج بتوصيات تنفذ بالفعل، لأن احنا دلوقتي في الوقت ده محتاجين أن كل حلم وكل خطوة شايفينها أنها بالإمكان أنها تتخذ تتخذ بالفعل وسريعا. أن احنا عندنا 4 مليون فدان عايزينها إن شاء الله أنها تتعمل وسريعا، لان ده حلم لينا كلنا جميعا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة البهنساوي، استاذ الاقتصاد الزراعي بكليه الزراعه جامعه الازهر ومنسق عام هذا المؤتمر، زي ما قلنا هو المؤتمر الثاني والعشرين للاقتصاديين الزراعيين. شكرا لك يا دكتور، سعدت بوجودي مع حضرتك. الله يخليك فيكم. شكرا. مشاهدينا الكرام تصبحوا على خير، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من حلقات الحصاد، احنا ان شاء الله هنكون بانتظاركم.